لا تهدأ المعارك هنا في جبهة نهم، كبرى الجبهات العسكرية مع ميليشيا المخلوع صالح والحوثي إلى الشرق من العاصمة صنعاء. هجمات متكررة ينفذها الجيش الوطني في ميسرة الجبهة، وخطته هي السيطرة الكاملة على ما تبقى من جبل الصافح والكحل في طريق سيره نحو هدفه النهائي في صنعاء. معارك الساعات الماضية تركزت في مناطق المدفون والكحل، في وقت تحاول الميليشيا التمسك بهذه المواقع وسط انهيارات متواصلة تصاحبها ادعاءات بصد زحوفات الجيش الوطني وإفشالها. مصادر الجيش تحدثت عن سقوط العشرات في صفوف الإنقلابيين خلال معارك الساعات الماضية على نحو أظهر شراسة المعركة وسط إصرار الجيش على تحقيق أهدافه في أهم ساحات المواجهة مع الإنقلابيين. وفيما يواصل الجيش الوطني تقدمه، ينفذ طيران التحالف ضربات منسقة على مواقع الإنقلابيين ويخلف خسائر فادحة في صفوفهم. غارات الطيران تركزت على التبة السوداء وجبل الصافح، فيما تقوم مدفعية الجيش بقصف مواقع الإنقلابيين في بني بارق وغيرها من المواقع التي تتركز فيها الميليشيا. إنجازات مهمة حققها الجيش في مديرية نهم التي أصبح معظم أجزائها محرراً من نفوذ الميليشيا، وبانتظار استكمال تحرير ما تبقى منها، وهو هدف في طريقه إلى أن يتحقق قريباً.